السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. إلى العناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجدد التزامه بدعم الشباب ليكون قوة سياسية واقتصادية، ويؤكد أن مشروع تعديل الدستور يعكس فعليا مطالب الحراك الشعبي في حوار حصري لجريدة لوبينيون الفرنسية خلال ندوة باريس حول الحوكمة في إفريقيا. رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز يحل بالجزائر في زيارة رسمية مرفوقا بوفد هام، وفي صلب الزيارة تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين. الوزير الأول عبد العزيز جراد يترأس اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تخص عدة قطاعات. وتحت شعار نوفمبر التحرير نوفمبر التغيير تنطلق الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، وفي اليوم الأول تأكيد على أهمية الموعد في بناء الجزائر الجديدة. افتتاحية مجلة الجيش: تعتبر الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور محطة لإرساء دولة القانون، وتذكر بحرص القيادة العليا للجيش على بذل قصار جهدها في إنجاح الموعد الاستفتائي. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تدريباته تحسبا لودياتي نيجيريا والمكسيك، والناخب الوطني جمال بلماضي يستعرض خياراته في مؤتمر صحفي.